جينا الى مقام الشيخ عبد السلام ياسين، هنا ادينا واجب الزياره الى منزله ونعبر عن حزننا على فقدانه وندعو له بالرحمه والغفران، ونعتبر اننا فقدنا جميعا كأسرته الصغيرة والكبيرة شخصية تركت أعمالا جليلة في ميدان البحث العلمي وفي مجال التنظيم السياسي وفي التربية على المواظبة والصمود واحترام المبدأ، ونتمنى أن يكون سلفه على طريقه ويسير المنهج الذي خطاه الشيخ، غفر الله لنا وله. السلام عليكم.